سيد محمدي القردب. ذكرت سادتي فما نسيت ذكر سيدات، ما نسيت سيلا عارما بالتضحيات، كلنا نسيج أخضر يدعى الوطن، بالدماء اشترينا إن كانت هي الثمن. نحن السيف والرصاص بالحق لا عن جهالة، بنا الحكمة تحتكم بنا تعتدل العدالة، إن نزلنا بالعدالة يا بلادي نفتخر بمجادك، كلنا همة إلينا القمة، موطني من يوم جاء كل سعودي يشعر بالفخر والانتماء بمناسبة اليوم الوطني 90، فالحدث محطة لاستذكار مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في شتى المجالات. الرؤية جريئة واضحة، هدفها مجتمع نابض بالحياة وشعب طموح متعلم وجد الطريق ممهدا لتحويل تطلعاته وأحلامه إلى واقع معاش. أما القيادة فحكيمة رشيدة شعارها الريادة. الله اللي العام 20 تقود السعودية مجموعة 20 لأقوى اقتصاديات العالم، والمملكة تستضيف الحدث الأبرز عالميا. نحن على ثقة بأننا سنتمكن معا بعون الله من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدما نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار. في العام 20 وككل عام يسطع الحضور السعودي الفاعل ويبرز دور المملكة المؤثر على الصعيد الدولي، فهذا العام هو عام الحصاد وعام الإنجازات رغم كل التحديات. حافرين اسمك بسط قلوبنا، حظ عين الحر نايم في سماك، ولا نزل على الأرض أرضك موطنا. تحولات تاريخية تعيشها المملكة مع كل صباح جديد، تحديث وإصلاح وتنمية وتطوير، فرحة وسعادة وجودة حياة وتفاؤل وتسامح. أما الإبهار فيشمل كل المجالات، صناعية كانت أو سياحية أو ترفيهية وطبعا الرياضية. مجتمع سعودي ينعم بخيارات جديدة لتعزيز مشاركة الجميع، والمجال مفتوح لكل مبدع ومبدعة ولكل مبادر ومبادرة. من دعم الشباب لتمكين المرأة في كل المجالات، من بناء الأجيال لوضع مصلحة الإنسان فوق كل اعتبار، هذا هو وطننا. المطمئن أن الرؤية واضحة وبعيدة المدى وعملية، والمطمئن أكثر أن الإنجازات تتوالى وتتضاعف ولا تقتصر على موهبة عابرة أو صدفة، فالمملكة وجهة نجوم العالم في الفن والرياضة، والمشاهير يأتون ثم يعودون ليمتعوا ويستمتعوا بحضور رائع وأجواء راقية. السعودي رائد بطل
والهلال متربع على عرش آسيا الموسم الماضي، وهذا الموسم السعودي هو الأقوى في دور المجموعات، والمنتخب السعودي الأولمبي مترشح للأولمبياد، وبرنامج ابتعاث المواهب متواصل. تختلف العناوين والاختصاصات والمجالات، والشعار واحد: همة نحو القمة. محمد قردب، صدى الملاعب. يا سعودي روح مجد الطموح، همة فوق الهمة يا سعودي.